شباب بدأ جليتشات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جاي فيديو جديد تعجي دوتا. اليوم لازم أحاول أروح أدور على شاب نسيت مكان بس اسمه، بس هو هناك وفلشاني. لا عم بحكي عن هالبيرمز، نسيت شو كان اسمه، ما مهم هسه الوقت. بس طبعا شباب قبل ما اسوي التحدي لا تنسوا تحطوا لايك سبسكرايب تحطوا جرس. طبعا شباب ما بعرف اذا هذا جلتش او لا، بس لا بدر العب بلاي ستيشن موبايل، يعني الكنترول موبايل. انا هسه هذا موبايل نفس الورد الجديد. طبعا شباب انا سويت مايننج كتير من قبل ما سويت مايننج، طلع شباب يعني طلعوا والله مو هافس، طلعوا كم دايمنج جاهزين؟ 3 2 1 26 دايموند. يعني بدي اسوي فول ارمر و سيف حتى، بس انا هسا لسه ما حسوي الارمر والسيف، راح اسوي لسه بعدين. وكنت بروح هسا مايننج بس هكذا بسوي الفيديو. فطبعا شباب بس صراحة جلتش او لا، انه صراحة حاسه انه اوبي كتير العب هيك بلاي ستيشن على الموبايل اوبي. ف اول شيء احط هذا عشان ما اضيع وقت. انا هسه هون عايش اذا ما تعرفوا. يعني بس بدنا منت، فأنا رسبنت كان عندي أحسن سبون لأنه تو فيلج مع بعض. طلع قديش كبير الفيلج و تمبل كان موجود، ما تذكرت اسمه. بس يا بيكون في دايموندز، اذا يكون في دايموندز زياده خلاص بكون بدا اسوي بيكاكس في الانور. هنزل. طبعا شباب هذا التحكمات صعبه لي لاني متعود العب فورتنايت ومو هيك تحكماتي. كشباب دورت ما لقيت الحصان، صراحه مش عارف وين. المهم اصلا اكيد مو احسن من هذي، احسن احسن منه ما في، صح ما بتفلسف بس احسن منه ما في. ما بدي هاد ونحصل. يلا طلع بتتذكروا قديش طولت؟ انا بروح البيت طلع السرعة تقريبا واصل. اوكي ليه ما هنا ليه ما بنط؟ كيف بنط؟ طبعا صرت دلوقتي واصل، شايفين الساعة؟ هاد هو الفرق لما يكون عندكم حصان ما يكون عندكم حصان. إذا يكون عندك حصان عارفة يعني كيف بدأ إنه في فرق كبير صغير، أصلا ما في فرق. بس إذا يكون عندك حصان زي هيك خلاص أكيد فرق أكبر منه ما في. اوكي بس لو بطلع طلع اوكي. بس السؤال وين راح احطه؟
الجواب سهل هون، بس بدي اصلا اخلي هذا مفتوح انه ما بدي يدخل جوا بلوك. اذا بدي اطلع بطلعه بنط من فوق. هذي انت محظوظ اني ما اخذتها منك. ساشيل هاي، احط البنك ستاند. خلاص بشيل كوبلستون، بحط هاي موس كوبلستون. تعرف اشيل هاي كمان هيك هيك، حط هذا. تعرف عشان مو حلو هون تحت، كشيل الدرت بشيل هاي كمان، بشيل هذا، بحط الكوبلستون نفس الشي هون، كوبلستون. هسه بطلع كتير احلى. اصلا ليش بظبطه؟ هو اوتم بشي يعني، ما حظبط الشي ثاني. الكوبلستون ما بدي اياه، والدرت بعدين هون عند اللافا. كم عدني بس. إذا تسألوا ليش بعدين راح يكون بدي كوبلستون كثير، اوردي معي ستاك اوردي ماين تحت يعني، بدأ اجيب كثير. اوردي كان معي بل، هاي بل زيادة، هاي زيادة ليذر، هذا هون، وهيك ما بدي احطه كتوغرافي. شيله بدل هذا. حكيت اصلا حغير البيد، شيل هاي، حطه هون، حط هاد هون. بصير بحز، بصير بحز. Oh my god. شكرا. كيف ما عرفت؟ قال ارجلي اطلع برا، اطلع ايوه، لا تفوت، اطلع. جاب اللي حط ايرون دور، بس مو اهبل ما حضيع شي عشان هيك. بس لازم لازم نحط البيد، نحطه. دي تلات اشياء هون. يا شباب اذا بتشوفوا تحت بحطوا اكس وواي. طبعا انا ما عم بلعب اكس بوكس، بس عم بلعب كنترولر، سوى عشان ما بعرف ليش حاطين اكس بوكس وانا بلعب كنترولر. او ماي جاد طلع الجلتش. تيم جلتشات؟ لا بسم الله. احنا هذيك الجهة سر، رحنا هون، رحنا هون شوية هناك عشان يكون السر دور هون. اوه ماي، استنى لا طلعوا. اوكي لما بحصل تورتل شوف، اذا بدكم تعرفوا كيف التورتل
بنت أو ولد، أو يعني إذا المرأة عندها بيبي تطلع تحت، بكون أعتقد هي مرة عندها بيبي، يمكن عندها بيبي، بس بيكون تحت عند بطنها بيكون أكبر. أنا كيف أنا دمشت؟ بقولكم جلتشات ماينكرافت. لا مو صام صام مو مو حلو حلو، بس خليني أركبك هون. كم ماي واحد اعتقد التالت. صرنا ليش بروحهم؟ ما في شي، ارجع اول شي حط اللاند. كم مجابة اخبطه، بس اذا بدي بخبطه تحاول يهرب مني، تلقى يهرب مني هون. ليش بدمجه؟ كيف اصلا بتدمج؟ هاي نطيته، لازم استحملها. هاي انا كنت بدي اسويها هناك، ما زبط، كان شكله ما كان في شي منيح. غادة هون البيت بعرف، ما كان في منيح غير هون وهناك هديك الجهة، يعني القصر بيكون احسن. ليش عم بطلع هدول اشياء من فيليجرز؟ مو انا بسوي وما بسوي تهدم معه. عشان هذا حيكون كل الفيديو، لا تنسوا تحطوا لايك سبسكرايب وتضغطوا الجرس، ومع السلامة.